يقول السائل يا شيخ، بعض الأيام يحصل غبار عظيم ورياح شديدة، فما حكم سب هذه الغبار أو الريح؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، لأن الريح بأمر الله سبحانه وتعالى، فمن سبها فقد سب ربها ومدبرها، لا يجوز سب الريح، ولكن يدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إذا أقبلت الريح، يدعو أن يرزقه الله من خيرها وأن يكفيها أو يدفع عنه شرها. نعم.